مدبولي يشيد بمشاركة الوفود في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، ويؤكد أن تداعيات الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمر 7. الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يدعو الدول الغربية للاستعداد لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشاركة الوفود رفيعة المستوى في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعكس أهمية تلك الاجتماعات، مشيرا إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم. وخلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أوضح مدبولي أن التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي أصبحت قضية بالغة الخطورة، مشددا على المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تواجه دول العالم أجمع. فما لبس العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية والتي تمتد آثارها الانتشارية إلى أبعد مما ندركه في الوقت الراهن. فقد ألقت هذه المتغيرات والتداعيات بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تسعى العديد منها في ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، حيث تواجه الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل، فضلاً عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، ويأتي أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية وما تفرضه من فرص وتحديات، لعل أبرزها التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، بما يقتضي من دولنا والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب، أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً. هذا وقد دعا مدبولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وأشار مدبولي إلى جهود مصر الحثيثة خلال الأعوام الماضية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على قيام مصر بتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة من التشريعات والمبادرات التنموية، ولافتا إلى استمرارها في تنفيذ عدد من المسارات الاقتصادية. عملت الدولة المصرية بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد أنجزت بالفعل عددا كبيرا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وقد ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات وتحقيق معدلات للنمو الإيجابي رغم صعوبة التحديات، حيث قامت الدولة المصرية بالآتي: التعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص والداعمة لاحتياجات المواطن من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار. تحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية، إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية. هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض الأعمال الخاص المقام على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته 47.
وخلال الجولة زار مدبولي أجنحة الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن زيارة عدد من الشركات الناشئة والأجنحة الخاصة بعدد من البنوك المشاركة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك البنوك المصرية وعدد من الشركات والبنوك والمؤسسات العربية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار العمل على تسوية أي معوقات قد تواجه المشروعات السياحية المتعثرة من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء. وخلال جولته بمدينة شرم الشيخ التي تفقد خلالها عددا من المنشآت الفندقية وأعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء وأعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ مرورا بميدان السلام وميدان الصداقة وأعمال أيضا تطوير السوق القديم ومنطقة الرويسات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل كل المساعي الممكنة بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية من أجل إخراج مؤتمر تغير المناخ COP27 في صورة مبهرة للعالم، وبما يمكن أيضا من تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يتطلب تنسيق جهود كل الجهات المختلفة جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق ذلك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة قبل 30 من يونيو الجاري. وأشار مدبولي خلال جولة تفقدية له إلى أن الجولة تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق وأعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها لإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة. هذا ومن المقرر أن يشارك مدبولي خلال زيارته لشرم الشيخ في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصية للهيئات والإدارات بقوات المسلحة عمر 7، ويستمر مشروع لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمر 7، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، والتي كان لها أكبر الأثر في تحويل التطوير والتحديث إلى واقع ملموس امتد إلى جميع الجوانب الإدارية للقوات المسلحة. تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات، والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع. وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مشيرا إلى أن التأمين الإداري يعتبر أحد الركائز الرئيسية لنجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.
وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مؤكدا على أهمية المحافظة على التأمين الفني والإداري للمركبات والمعدات والأسلحة في الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أثناء مراحل العمليات. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. كما تم ضبط قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، بالإضافة إلى ضبط قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 604 قضايا في مجال قضايا المخابز، من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 89 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، وقد تمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير بالإسكندرية قام بالنصب والاحتيال على المواطنين واستولى على 17 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتوقف عن سداد الأرباح، كما رفض رد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية استولى على 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح لم يتمكن من سدادها، كما رفض رد أصول المبالغ المستولى عليها. واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة تسويق عقاري لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية ولم يلتزم بسدادها، كما أنه تهرب من سداد أصول المبالغ المستولى عليها. وعلى صعيد ضبط قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 14 قضية ب18 متهماً لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بعدد من المحافظات، حيث بلغت إجمالي المبالغ المالية المضبوطة أكثر من 40 مليوناً و251 ألف جنيه. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزته قرابة 9 ملايين جنيه ومبالغ مالية من عملات أجنبية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. مديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولى عناصره على قرابة مليوني جنيه من أحد المواطنين عن طريق ادعاء أحدهم بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية خلافا للحقيقة، وزعم ترشيحه لعضوية إحدى الجهات الحكومية ومشاركته في أحد المشروعات القومية، ثم استولوا على هذا المبلغ. مديرية أمن الغربية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص، واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على رغيب الحصول على شهادات جامعية
فضلا عن ترويجه لشهادات دراسية مزورة منسوبة لجامعات حكومية. وبحوزته تم ضبط دفاتر استلام نقدية بقيمة 3 ملايين جنيه وشهادات خبرة مزورة. وفي إطار مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة من ضبط مسؤول بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا استغل موقعه الوظيفي كمسؤول الأملاك بالظهير الصحراوي وتكوينه ثروة طائلة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات قدر قيمتها ب5 ملايين جنيه. أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام، ومن أبرزها جواز السفر وشهادة لقاح كورونا. يأتي هذا بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلنية. لبيك اللهم لبيك. كل عام وأنتم بخير. أهالينا الفائزين في حج القرعة لهذا العام. المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج: جواز سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن سنة بدءا من تاريخ 11/5/2022، صورة من شهادة التطعيم للقاحات كوفيد-19 المعتمدة من وزارة الصحة، البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيمات المقررة من وزارة الصحة، تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها وموضح به أنه معافى من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة، صحيفة حالة جنائية مميكنة، 3 صور شخصية حديثة، شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. تقرر فتح باب سداد تكاليف الحج اعتباراً من يوم الأحد 5/6/2022 حتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022. يتم سداد الرسوم بكافة فروع البنوك الوطنية بكافة المحافظات: البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك مصر، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية. قيمة تكاليف حج القرعة 94,490 جنيه شاملة تذكرة الطيران. يعتبر عدم سداد التكاليف المشار إليها في الموعد المحدد بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ الدول الغربية للاستعداد لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا. جاء ذلك في تصريحات له في واشنطن إثر لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشار ستولتنبرغ إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ ذات مدى أبعد ودقة أكبر بهدف تمكين أوكرانيا من تحقيق تفوق ميداني، مؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا بالتوازي مع منع تصعيد الحرب حتى لا تتحول إلى حرب شاملة مع حلف الناتو. قالت وزارة الدفاع الروسية إن تدفق المقاتلين الأجانب الذين يصلون إلى أوكرانيا قد توقف عمليا. وفي بيان قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن البيانات المتوفرة لدى الوزارة تؤكد انخفاض العدد الإجمالي للمقاتلين الأجانب في أوكرانيا إلى النصف تقريبا، حيث انخفض من 6600 إلى 3500 مقاتل. أعلن المتحدث باسم رئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف عدم وجود اتصالات بين موسكو وواشنطن حاليا. وقال بيسكوف إن جميع الاتصالات بين البلدين معلقة تقريبا، مشيرا إلى أن العلاقات حاليا عند أدنى مستوياتها. ومن جهة أخرى أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن بلاده قد عبرت بوضوح عن مطالبها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه المطالب معروفة جيدا لكييف، مضيفا أن السلطات الأوكرانية ترفض التفاوض بسبب الضغوط الغربية. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه لا جدوى من مناقشة وعود الرئيس الأوكراني بعدم استخدام الصواريخ الأمريكية
لضرب الأراضي الروسية. وقالت زاخاروفا إن روسيا طلبت بضمانات أمنية مكتوبة ولكن الغرب رفض ذلك. يأتي هذا التصريح عقب تصريح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال بأن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل 4 أنظمة صواريخ إطلاق من طراز هيمرس القادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا. وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده قد حصلت على وعود من السلطات الأوكرانية بعدم استخدامها لضرب أهداف في روسيا. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قال إن روسيا تسيطر حاليا على حوالي 20% من أراضي أوكرانيا. وفي كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ أكد الرئيس الأوكراني أن على الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم ضد الجيش الروسي بأكمله، مشيرا إلى أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في العملية العسكرية. كما أوضح زيلنسكي أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من 1000 كيلومتر. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال إن الحزمة تشمل راجمات صواريخ وصواريخ أيضا مضادة للدبابات بالإضافة إلى مروحيات. حزمة من المساعدات الجديدة أعلنت الولايات المتحدة عن تقديمها لأوكرانيا في إطار دعم واشنطن العسكري لكييف. وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أعلنت أن حزمة المساعدات العسكرية التي سترسلها إلى كييف تشمل 4 راجمات صواريخ من طراز هيمرس و1000 صاروخ مضاد للدبابات من طراز جافلين و4 مروحيات من طراز Mi-17. ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية فإن القوات الأوكرانية بحاجة إلى نحو 3 أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمرس، وهي راجمات تركب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة. وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شأنه أن يوفر لهم في معركة دونباس ميزتي المسافة والدقة. وأوضحت الوزارة أن راجمات هيمرس التي تطلق الواحدة منها في كل مرة 6 صواريخ يصل مدى الواحد منها إلى 70 كيلومترا، أي ضعف مدى قذائف مدافع هاوتزر الأمريكية التي دخلت بالفعل ميدان القتال. كما أكد البنتاغون أن أوكرانيا ستتسلم أيضا 5 رادارات مضادة للمدفعية ورادارين لمراقبة الجوية و6000 سلاح آخر مضاد للدروع و15000 قذيفة مدفعية و15 مركبة تكتيكية. بهذه الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إلى 4.6 مليارات دولار. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا قد سيطرت على معظم مدينة سيفيرودونيسك الصناعية الأوكرانية. وأضافت أن أوكرانيا لا تزال على الأرجح تسيطر على خط النهر في مواقع العبور بين سيفيرودونيسك وبلدة ليسيتشانسك المجاورة ومدينة ليمان. وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية دمرت الجسور القائمة في كلا الموقعين. أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن استعداد التكتل للمشاركة في أي اتفاق بين الأمم المتحدة وروسيا لتصدير الحبوب، مؤكدا العمل على تعزيز البنية التحتية للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا. وكان بوريل قد طلب الأمم المتحدة بالتنسيق مع روسيا لفتح الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير الحبوب، مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت تصدر 5 ملايين طن قمح في الشهر الواحد، إلا أنها قامت في شهر مايو الماضي بتصدير 600,000 طن فقط. The Danish, the German was out of his...
وفيما يأتي أبرز التطورات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي. تلك العملية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاقها لدفاع عن جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار دول أوبك بلس زيادة إمدادات النفط. يأتي هذا بينما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن قرار تحالف أوبك زائد الدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في شهر يوليو وأغسطس بدلا من سبتمبر سوف يساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية. وكانت مجموعة أوبك بلس قد وافقت في اجتماعها على زيادة إنتاج النفط بواقع 648 ألف برميل يوميا في يوليو وبكمية مماثلة في شهر أغسطس، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة المتفق عليها بين أعضاء المجموعة وتبلغ 432 ألف برميل يوميا. يأتي القرار وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبطئ الاقتصاد العالمي. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الطلب القوي على العمالة، مما ساعد على تدعيم الاقتصاد وسط رفع أسعار الفائدة وتجديد الأوضاع المالية. وقالت وزارة العمل إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع الماضي بواقع 11 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 200 ألف طلب. وصف بنك جي بي مورغان التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بالإعصار، داعيا البنك المركزي الأمريكي لاتخاذ إجراءات قوية لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود. وتأتي تصريحات البنك الأمريكي في أعقاب لقاء الرئيس جو بايدن برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، وذلك لبحث التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ 40 عاما. التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تشبه الإعصار، هكذا وصف بنك جي بي مورغان وضع أكبر اقتصاد في العالم. تصريحات جي بي مورغان تأتي بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لبحث التضخم الذي سجل أعلى مستوى له خلال 40 عاما. معركة التضخم أصبحت النقطة المحورية في جدول أعمال بايدن لشهر يونيو الجاري وسط تراجع لشعبيته وقبل انتخابات الكونغرس نوفمبر المقبل. ولمواجهة معدل التضخم القياسي طالب البنك الأمريكي العملاق مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ إجراءات قوية تتمثل في رفع الفائدة والتشديد الكمي لجذب السيولة في النظام المالي العالمي وتجنب وقوع الاقتصاد
الأمريكي في براثن الركود. البنك الفيدرالي الأمريكي يتعرض لضغوط كبيرة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من معدل تضخم يزيد 3 أضعاف عن هدفه البالغ 2%، وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشدة على الأمريكيين. وهزت حالة عدم اليقين بشأن سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد لفترات طويلة بسبب جائحة كورونا، فضلا عن ارتفاع عوائد الخزانة، هزت أسواق الأسهم العالمية. تتجه أستراليا لتسجيل إنتاج قياسي للقمح للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يقلل من حدة المخاوف العالمية من قلة الإمدادات. وانخفضت إمدادات القمح العالمية هذا العام بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أوقفت الشحنات من إحدى أهم مناطق التصدير في العالم، ودفع أسعار الحبوب إلى تسجيل زيادة حادة وأثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية. كما أضاف تحرك الهند في الآونة الأخيرة لحظر الصادرات والطقس السيء في الولايات المتحدة إلى المخاوف المرتبطة بوفرة الحبوب الغذائية. وأصبحت أستراليا ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم بعد زراعة القمح على مساحة بلغت 35.7 مليون فدان، وهي أعلى مساحة على الإطلاق. وفي المملكة المتحدة يتجه سوق الإسكان نحو التباطؤ، حيث أثر ضغط تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم السنوي لأسعار المنازل الشهر الماضي إلى 11.2%. وإنما نشاط التصنيع في المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في 16 شهرا، بينما عانت مصانع منطقة اليورو أول انخفاض لها في الطلبات الجديدة منذ ما يقرب من عامين. ارتفع اليورو والين في تحول عن موجة خسائر تكبدتها العملتان في الآونة الأخيرة مقابل الدولار، كما وصل الفرنك السويسري لأعلى مستوى في شهر أمام اليورو بعد أن صعد التضخم في سويسرا لأعلى مستوى في 14 عاما. وفي التعاملات الأسيوية ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين الياباني بعد صعود خلال الليل لعائدات سندات الخزانة الأمريكية. وتراجع الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات المنافسة، بينما صعد اليورو 0.4% مسجلا 1.6% الدولار بعد تكبده خسائر على مدى يومين. سجلت وزارة الصحة الهندية 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ نحو شهر، مدفوعة بزيادة قياسية في الإصابات في مومباي العاصمة المالية للبلاد. وسجلت المدينة 739 إصابة جديدة. وقالت الهيئة المكلفة بمكافحة كورونا إن مستوى دخول المستشفيات منخفض. كانت مومباي واحدة من أوائل المدن التي تأثرت بشدة خلال الموجة الثانية المدمرة من الجائحة في الهند، لكنها حظيت بالإشادة لكفاءتها في التعامل مع الأزمة. ألقت منظمة الصحة العالمية شكوكا على مزاعم كوريا الشمالية بإحراز تقدم في مكافحة كورونا. وقالت المنظمة إنها تعتقد أن الوضع يتدهور وأنه لا يتحسن في ظل غياب البيانات المستقلة. وقد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن موجة كورونا تنحسر بعدما تجاوزت الإصابات اليومية للمصابين بالحمى 390 ألف قبل نحو أسبوعين. أعلنت السلطات الصحية في فرنسا أن البلاد سجلت 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة،
وأشارت هيئة الصحة العامة في فرنسا إلى أنه سيتم نشر تقرير جديد محدد، بينما سجل التقرير الأخير الصادر يوم الأحد الماضي 16 حالة مؤكدة. وكانت وزيرة الصحة الفرنسية بريجيت بورغينيون قد أعلنت الأسبوع الماضي أن السلطات الفرنسية لا تتوقع تفشيا للمرض، وأن البلاد لديها مخزون كافي من اللقاحات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة. مشاهدينا الكرام، التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. الحكومة اليمنية وقوات الحوثي تتفقان على تمديد الهدنة شهرين. حقق الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية فوزا ساحقا في انتخابات تهدف إلى اختيار رؤساء بلديات ومقاطعات. وفاز حزب سلطة الشعب الحاكم ب 12 من أصل 17 منصبا رئيسيا شملتها الانتخابات خلال هذا الاقتراع لاختيار رؤساء بلديات وحكام مقاطعات. وأعيد انتخاب رئيس بلدية سيول الحالي أوسيهون بحصوله على 59% من الأصوات، في حين أعيد انتخاب يارك هيونغ جون رئيسا لبلدية يوسان ثاني مدن البلاد مع حظه 66.4% من الأصوات، وهما ينتميان إلى حزب سلطة الشعب بزعامة رئيس البلاد. بحث مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية كيم سونغ هان والدبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيتشي العلاقات الثنائية والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية. وفي بيان ذكر المكتب الرئاسي في سول أن برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي يشكل خطرا على السلام والاستقرار الإقليميين، ودعا الصين إلى القيام بدور نشط وبناء في إقناع بيونغ يانغ بالامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعودة إلى الحوار. وبدوره أعرب الدبلوماسي الصيني عن قلقه بشأن تزايد حالة عدم اليقين في شبه الجزيرة الكورية، وأكد دور الصين في تعزيز العلاقات بين كوريتين للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يواجه أزمة كوكبية، لافتا إلى أن الهواء الساخن يقتل البشر. وخلال لقائه رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في ستوكهولم، قال غوتيريش إنه إذا كان الاستهلاك العالمي على مستوى أغنى دول العالم، فإن البشر سيحتاجون إلى أكثر من 3 كواكب كالأرض، كما ناشد زعماء العالم بالعمل على الخروج من هذه الفوضى. من جانبها قالت أندرسون إن الأزمة الأوكرانية يجب ألا تلقي بظلالها على أزمة المناخ، مشددة على ضرورة العمل بجدية أكبر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا يحمل بندقية ومسدسا قد فتح النيران داخل مبنى طبي بولاية أوكلاهوما، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص قبل أن ينتحر بالرصاص. وقد شددت الشرطة على أن الاستجابة السريعة من رجال الأمن للحادث حالت دون تعرض المزيد من الأشخاص للضرر. وقالت الشرطة إنها تحاول معرفة هوية المشتبه به، والذي قدرت أن عمره قد يتجاوز ما بين 35 إلى 40 عاما. هذا وقد نددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بإطلاق شابين النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضي في مجزرة راح ضحيتها 14 طفلا ومدرس، بالإضافة لمطلق النار الذي أردته الشرطة قتيلة. وطالبت نائبة الرئيس الأمريكي الكونغرس بإصدار تشريع يفرض قيودا على بيع الأسلحة النارية وحيازتها. لا تزال حوادث إطلاق النار تتكرر في الولايات المتحدة، فبعد أسبوع من مذبحة شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس،
وأدت إلى مقتل 19 طفلاً برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً قتلته الشرطة لاحقاً، شهدت مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما أمس حادثاً آخر عندما قام مسلح بقتل عدد من الأشخاص قبل أن ينتحر. في واشنطن، البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن يتابع الحادث عن كثب، وقد أمر بتوفير كل مساعدة ممكنة للسلطات المحلية. عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، ومع كل عملية من هذا النوع يكثر الحديث عن إمكانية وضع حد لانتشار الأسلحة، ولكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد، وذلك بسبب رفض الكثيرين من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية. وفي وقت سابق تعهد الرئيس بايدن بمواصلة الضغط من أجل وضع ضوابط أكثر صرامة على شراء الأسلحة النارية وحيازتها، وهو أمر لا يزال صعب التحقيق. أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال 24 ساعة الأخيرة. وقد حذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها من استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية، مؤكدة أن الصمت الدولي على انتهاكات السلطات الإسرائيلية يشجع على الاستمرار في الاعتداءات على الشعب وأرضه ومقدساته. أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية وقوات الحوثي اتفقا على تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين بموجب نفس شروط الاتفاق الأصلي. وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إن الاتفاق يشمل السماح للسفن الوقود بدخول الموانئ التي تسيطر عليها قوات الحوثي وبعض الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء، ومحادثات لإعادة فتح طرق رئيسية في مدينة تعز. وبدوره وجه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ الشكر والتقدير لمصر والمملكة الأردنية الهاشمية على دعمهما في تسيير الرحلات التجارية الدولية من مطار صنعاء. أكد المجلس الرئاسي في اليمن موقفه الثابت إزاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في البلاد. وخلال اجتماع له، شدد المجلس برئاسة رشاد العليمي على حرصه والحكومة الشرعية على دعم كافة المساعي لإنجاح جهود المبعوث الأممي ودفع قوات الحوثي للوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز وصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية بوساطة من الأمم المتحدة. وفي بيان قال بايدن إن الشهرين الماضيين كانا من بين الفترات الأكثر سلما في اليمن منذ بدأت الأزمة هناك قبل 7 سنوات، وذلك بفضل الهدنة التي أبرمت في إبريل الماضي، مشيدا بدور مصر والسعودية والأردن وعمان في جعل الهدنة أمرا ممكنا. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن مبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى مركز سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة. وأوضح رئيس جامعة طنطا محمود زكي أن القوافل تهدف إلى توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء. هذا وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 577 مواطناً وإجراء 6 عمليات جراحية في عدة تخصصات. أقيمت قافلة طبية بوحدة صحية تابعة لإدارة الشلاتين الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي، قال إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 59 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء عدد 15 فحصا معمليا وإجراء 9 أشعات وسونار، كما تم أيضا إجراء 12 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.
التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزير التعاون الإنمائي والتجارة الفنلندي فيليس كناري والعضو المؤسس في اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للتوسع في برامج التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمية، وذلك خلال زيارتها للسويد لحضور فعاليات مؤتمر ستوكهولم بعد 50 عاما. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المختلفة، لا سيما التحول الأخضر والأمن الغذائي، ودفع العمل المشترك لتحفيز العمل المناخي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. كما تم بحث برامج التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمية في مصر. ترأست وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من اجتماعات ومؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم. وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن قطاعي إدارة المواد الكيميائية والمخلفات من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الأزمات البيئية الثلاثة: التلوث، تغير المناخ، صون التنوع البيولوجي، من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم واحد، وذلك في إطار المنصة التفاعلية التي تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثة. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى، أهلا بك. مساء الخير وشكرا أميمة تمام، شكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مجموعة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة. استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي وفدا رفيع المستوى من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة اليونيدو، وذلك بهدف زيارة لدعم وتسريع العمل من أجل الاستدامة وتطوير صناعة الملابس والجلود وتسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي، وذلك في إطار الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر. أشاد أعضاء الوفد خلال جولتهم بالمدينة بما تشهد من تقدم ملحوظ، وخاصة تطور هذا القطاع الهام والالتزام بالمعايير القياسية بشأن حماية البيئة ومعالجة المخالفات الناتجة عن هذه الصناعة، الأمر الذي يعد من أهم المعايير اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. إلى البورصة المصرية، وفيها تباينت المؤشرات بختام تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، وفيها خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 10,083 نقطة وحقق قيمة أعلى ب 10,097 نقطة وقيمة أقل ب 9,990 نقطة. أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 ففتح عند مستوى 1,726 نقطة وحقق قيمة أعلى عند 1,739 نقطة وقيمة أقل عند 1,722 نقطة. كما فتح مؤشر إيجيكس 100 عند مستوى 2,596 نقطة وحقق قيمة أعلى عند 2,610 نقاط وقيمة أقل عند 2,588 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.58 جنيه للشراء و 18.69 جنيه للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19.87 جنيه للشراء و 19.99 جنيه للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23.33 جنيه للشراء و 23.47 جنيه
للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.06 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 4.96 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع. في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود للأسبوع الماضي مع استمرار الطلب في تجاوز العرض، وتراجعت مخزونات الخام التجارية حتى مع دخول مزيد من الاحتياطات الاستراتيجية إلى السوق. وتراجعت مخزونات الخام ب5,100,000 برميل في الأسبوع الماضي إلى تصل إلى 414.7 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الانخفاض يأتي على الرغم من إفراج الحكومة الأمريكية عن أكثر من 5 ملايين برميل من الاحتياطيات في الأسبوع الماضي، وارتفاع لصافي واردات الخام بمقدار 83,000 برميل يوميا. زادت الطلبات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية أقل من المتوقع في إبريل، لكن الطلب على هذه المنتجات لا يزال قويا حتى الآن، ما يساعد في استمرار انتعاش المصانع. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن طلبيات المصانع ارتفعت بنسبة 3% في إبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.8% في مارس الماضي. كشفت وزارة المالية الباكستانية عن اتجاه الحكومة إلى تخفيض دعم الوقود للمرة الثانية خلال أسبوع في محاولة للسيطرة على العجز المالي وتأمين الأموال اللازمة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي. أضافت الوزارة أن أسعار البنزين والديزل للمستهلكين زادت في محطات الوقود ب30 روبية لكل لتر، أي بنسبة 17% اعتبارا من يوم الجمعة. وأشارت الوزارة الباكستانية إلى أنه لا يزال هناك دعم بنحو 9 روبيات للتر الواحد. تراجع الروبل الروسي صوب 62 مقابل الدولار بسبب اختلال التوازن في العرض والطلب في بورصة موسكو. يأتي هذا في حين أصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن في هذا العام، مدعوما بضوابط لرأس المال التي فرضتها روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كما دعمت شروط سداد الغاز الجديدة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي للعملة الروسية، ما ساعد على تجاهل العقبات الاقتصادية في الداخل ومخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية. تراجع المؤشر نيكيه للأسهم اليابانية عن أعلى مستوياته في 6 أسابيع متبعا خطى الأسهم الأمريكية وسط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم العالمي. ونزل المؤشر الياباني ب16%، وتقاربت أعداد الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة، فهبطت أسعار ب113 سهما من 220 سهما مدرجة على المؤشر، في حين صعدت أسعار 108 أسهم. وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسارة أكبر بنسبة 63%. كما سجل قطاع الرعاية الطبية والتكنولوجيا أضعف أداء بين قطاعات المؤشر نيكي، فهبط ب1.5% و1.1% على التوالي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الاقتصادية في أخبار المال والأعمال لنشرة 9. نعود لاستكمال ما تبقى مع أميمة تمام وإيمان منصور. شكرا لك مصطفى. انطلقت احتفالات اليوبيل البلاتيني لتكريم مسيرة الملكة إليزابيث التاريخية واعتلائها عرش بريطانيا، ويتم الاحتفال في الفترة من 2 وحتى 5 من شهر يونيو، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها باليوبيل البلاتيني لأحد الملوك في التاريخ البريطاني من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلات الموسيقية في القصور الملكية وأيضا في الشوارع.
وأما أخبار الكرة والملاعب فهي في النشرة الرياضية. النشرة الرياضية لدى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. من جديد شكرا إيمان وشكرا أميمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لعالم الساحرة المستديرة ومجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمباراتي غينيا وإثيوبيا والمقرر لها يومي 5 و9 من يونيو الجاري في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. أدى لاعبو المنتخب الوطني مرانا اليوم باستاد الدفاع الجوي، بينما أدى لاعبون تدريبات تنشيطية صباح اليوم بفندق الإقامة. أعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الغيني والمقرر لها الأحد القادم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني. وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة بواقع 500 جنيه للمقصورة الأمامية و200 جنيه للدرجة الأولى و100 جنيه للدرجة الثانية و50 جنيه للدرجة الثالثة. هذا ويسمح بحضور 40,000 مشجع لمباراة مصر وغينيا والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي مساء الأحد القادم. عقد المدير الفني لنادي الزمالك جوسفالدو فريرا جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر في 13 من يونيو الجاري. وحث فريرا اللاعبين خلال الجلسة على بذل أقصى جهد ممكن خلال التدريبات استعدادا للفترة القادمة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات في الكأس والدوري. وطلب المدير الفني اللاعبين بتنفيذ المطلوب منهم سواء فنيا أو بدنيا ليكونوا على أتم الجاهزية، وشرح بعض الجوانب الخططية لتطبيقها في مران اليوم. فاز المنتخب البرازيلي على نظير الكوري الجنوبي ب5 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية الدولية والتي جمعت بينهم في سول. وأهداف البرازيل حملت توقيع كل من نيمار بواقع هدفين وريتشاردسون وفيليب كوتينيو وجابريل خاسيوس، بينما سجل أودي هونغ هدف كوريا الوحيد. أعلن نادي ريال مدريد الأسباني عن ضم المدافع الألماني أنطونيو رودريجر لاعب تشيلسي السابق في صفقة انتقال حر. وأوضح ريال مدريد أن رودريجر وقع على عقد لمدة 4 أعوام، ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام في 20 من يونيو الجاري. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة الرياضية في أخبار الكرة والملاعب. نعود من جديد واستكمال ما تبقى من أخبار التاسعة مع أميمة وإيمان. شكرا جزيلا لك مصطفى. ممثل ومخرج من الطراز الأول قدم العديد من الأعمال الدرامية المميزة والتي علقت بذاكرة الجمهور المصري لعقود. إنه المخرج والممثل الراحل أحمد توفيق الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام نتعرف على أخبار طقس الغد من خلال النشرة الجوية. نشرة جوية لدى مصطفى. من جديد إليك مصطفى. شكرا لكم إيمان وأميمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 ويكون الجو فيها حار. الأسكندرية 29-20 يكون الجو فيها مائل للحرارة. في مطروح 28-20 معتدل. في بورسعيد 31-21 يكون الجو حار. في الإسماعيلية 35-20 ويكون الجو حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 والصغرى 20 ويكون الجو فيها حار. في العريش 30-19 يكون الجو أيضا حار. في طابة 35-22 يكون أيضا الجو فيها حار. في شرم الشيخ 36-25 يكون الجو فيها حار. أما في الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 39 والصغرى 24 ويكون الجو فيها حار. في أسوان 40-25 ويكون الجو فيها شديد الحرارة. في الوادي الجديد 39-26 يكون الجو حار. في شلاتين 36-26 يكون الجو أيضا حار. وفي حلايب 31-23 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام بعد أن استعرضنا درجات الحرارة وأخبار الكرة والملاعب والأخبار الاقتصادية نترك حضراتكم مع أهم لقطة لليوم. مشاهدينا الكرام كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة التاسعة، والآن إلى العناوين.
مدبولي يشيد بمشاركة الوفود في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، ويؤكد أن تداعيات الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصية للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمر 7. الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يدعو الدول الغربية للاستعداد لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا. ختام نشرتنا، لكنها ساعة متواصلة مع حضراتكم مع شفكي المنيري. أهلا بك شفكي. مساء الخير يا إيمان. مساء الخير يا أميمة، وأهلا بيكم. أهلا بيك. حلقة ويك أند، أكيد عندك موضوعات مختلفة النهاردة كتير. عندي موضوعات مختلفة، عندي حوار مهم مع الفنان محسن محي الدين بعد غياب برضو تنوع أدواره، وعندنا تنصيب ملكة بريطانيا 70 عام على العرش، وعندنا بعض الأخبار المهمة خاصة برضو بالشباب والكورة. أتمنى أن أنتوا يعني يكون عندكم وقت وتنضموا لينا. حلقة متنوعة موفقة إن شاء الله شافكي، أكيد هننضم إن شاء الله. بشكرك الزميلة العزيزة أميمة والعزيزة إيمان، أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى لكم دايما التوفيق. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة، تفضلوا.